هادي اللي غنعاود ليكم اليوم قصة لا ساكرا دي سان ميكيلا. قصر تأسس في عام 1000 ومع المدة ولا مونستير، وعاود تاني قصر ديال الملوك سافويا مبني دايرين به كثرة ديال القصص والأساطير. إلا بقيتوا معايا اليوم غادي نعاودهم ليكم كلهم. هاي جنس، صباح الخير. اليوم فين غنمشيو ابراهيم؟ ساكرا دي سان ميكيلا. شنو هي الساكرا دي سان ميكيلا؟ ساكرا شنو هي الساكرا؟ ساكرا فاتي لو غادي تو ساكرا. باي مو مدي شنو هي الساكرا؟ طيب شنو هي الساكرا؟ الله يا غادي نمشيو للساكرا دي سان ميكيلا في واحد الجبل ان بروفينشا دي تورينو، يعني ماشي في مدينه تورينو ولكن في الاجناب ديالها افيليانا بالضبط. وغادي نمشي واحد المونستير كانوا كيعيشوا فيه شي مونات شي كيعيشوا فيه ما كيخرجوش وكيستقبلوا كاع هذوك اللي كيجيو يطلبوا شي طلب في هذا المونستير. احنا دابا غاديين طالعين باش نوصلوا المونستيرو ديال لا ساكرا دي سان ميكيلا. المونستيرو كيف قلت لكم جا في قمه عاليه وبعيد على الفلاش فين كيسكنوا السكان الاخرين. علاش؟ ايموناتشي كانوا كيبغيو يبعدوا معنويا على الحياه ديال البشر العادي وعلى الحياه الارضيه باش يتقاربوا للرب ديالهم. كاع البشر اللي كيسكنوا في الفلاج كيخدموا خدمتهم الان، باقيين كيبيعوا السلك، كيبيعوا لي كاستانيا، كيبيعوا داكشي اللي كيصنعوا من الارض ديالهم ومن البقر ديالهم وكيبيعوه الان. وخطره في السيمانه نهار الحد كيطلعوا يزوروا هذا المونستيرو وكيخليوا ليه الكادوات ديالهم، يعني الماكله ولا اي حاجه باش يقدروا الموناتشي اللي كيعيشوا بلا خدمه يزيدوا القدام بالعبادة ديالهم. خوتي دابا غادي نشريو البي باش ندخلو المونستيرو. غادي يخلص ما باقيتا شري شار. شحال الدخلة؟ 8 اور بالدرهم. 80 شنو؟ 80 درهم غراتس. طلعة صعيبة اخوتي، ولكن غادي نشوفو شي حاجه زوينه ان شاء الله. طالعينو دابا كيتسمى دروج ديال الموتى. تسمى هكايا حيت في السنين ديال 1800 المونك اللي كانوا كيموتوا كانوا كيدفنوا في هاد الدرجات هادو في كاع جنب ديال الدرجات باش يفكروا بنادم اللي كانوا كيجيو هنا يزور هاد البلاصه بان اخرها هي الموت. هذا اللي كتشوفوا فيه دابا راه قبر كان مدفون فيه مونك مهم بزاف. قبل ما يديروا قبر كان الهيكل ديال مونك ديريكس كان كيشوف اللي كيكون طالع دريجات باش اللي شاف هاد الديكور كان كيدهشر شويه وكيتفكر الاخره. خوتي احنا وصلنا للقمه فين بنيه الكنيسه ديال المونستيرو. كيف ما كتشوفوا هاد الدخله كان عطاها اسمحوا لي واقعيا على الدرجات اللي ضربت الدخلة هذه كان عطاها كادو الملك سافويا لهذا المونستير وهي الدخلة المهمة ديال الكنيسة. تابعوني.
دابا تخنى في الكنيسة ديال المونستيرو، وكيف ما كتشوفوا هاد الكنيسة دايرين بها كلها بالقبورة. شكون مدفون في هاد القبورة؟ مدفونين كاع الملوك صابويا اللي كانوا في الطاليان، بالخص في البيمونت تورينو. هنايا في هاد الكنيسة ديال لافيليانا كانت خادت واحد القيمة عالية بالنسبة للعبادة ديال الديانة المسيحية، والملك ديال صابويا اختار بان كاع العائلة ديالو كانت غادا تدفن هنا. هاد القبر اللي لوري بالضبط عنده واحد الاهميه مهمه بزاف. ما مدفونش فيها ملك بحال كاع 16 القبر اللي دايره بهاد الكنيسه، ولكن مدفون فيها المونك المهم ديال السنين ديال 1400. مهم بزاف هاد القبر على البلاصه فين مدفون، يعني مدفون وكيبين القمه العاليه ديال الجبل فين تبنى، فين تبنات هاد الكنيسه وهاد الاباطيه. كيف ما كتشوفوا وصلنا على تراس ديال هاد المونستيرو، والبانوراما واعر بزاف. كيف ما كتشوفوا اخوتي النص ديال لا تراس اللي كانت مبنيه في السنين ديال 1800 كلها رابت، يعني واحد الوقت هاد لا تراس اللي واك اللي باركين عليها حنايا واللي واقفين عليها حنايا كانت عاليه قد قدها قد هاد الجهه اللي رابت. كيعاودوا بزاف ديال الاستوار على هاد البلاصه، وبزاف ديال الجاند كيتعودوا في الفيلاج التحتاني على هاد الساكرا دي سان ميكيل. وغادي ننزل دابا لتماك وغنعاود لكم وحده اللي عجبتني انايا بزاف. خوتي كيف ما كنت كنقول لكم كتعود واحد الليجندا معروفه بزاف من نواحي ديال الساكرا سان ميكيل، هي لا ليجندا دي لا بيلا الدا، يعني واحد الدريه كانت زوينه بزاف، وواحد الخطره كانت خارجه وراحت عليها العشيه، والعسكر اللي كانوا كيكونوا في الفيلاج كانوا تبعوها باغيين يتعداو عليها، وهي هربت طلعت للساكرا دي سان ميكيل وصلت حتى لهاد القمه. هاد البالكو هاد الشرجم بالضبط، وبلاصت تخلي يشدوها العسكر تلاحت من هاد تلاحت ديريكت من هاد الشرجم، وعاونها كيتقال سان ميكيل هاد الاركانجلو سان ميكيل عاونها باش ما تموتش. وصلت حتى الفيلاج لتحت ما واقع ليها والو، فاش ولكن عاودت القصه ديالها السكان ديال الفيلاج ديالها حتى واحد ما تاق بها، وهي ما رضاتش بهذا الفعل ديال السكان ديال الفيلاج ديالها، وعاودت طلعت هنايا وجابتهم كيف شهود وتلاحت عاوتاني. ولكن هذه الخطره ما اعتقاش الاركانجلو سان ميكيل، تلاحت وماتت. خوتي خليت الاوتوغراف ديالي باش واحد النهار يعرفوني حتى انا دزت من الساكرا دي سان ميكيل. خوتي سالينا الرحله ديالنا في الساكرا دي سان ميكيل، اللي بغى يجي يزورها راها في النواحي ديال البروفينشا دي تورينو، بالضبط في افيليانا، وراها معروفه بزاف حيت واحد من لي سيمبولي ديال بيمونت. زوينه بزاف هاد الساكرا حيت كتشوف كيف الانسان بنى شي حاجه في شي حاجه اللي مخلوقه ديال الله سبحانه وتعالى، وكتبان بحال نفس الحاجه بحال هاد الكاستيلو بحال خارج من الحجر، كيبان بينه وبين الحجر ما كاينش فرق، وفي نفس الوقت كيبان الحجر وفي نفس الوقت كيبان المبني ديال الانسان. صافي من عند يوسف ومحمد ابراهيم زوار وصلاح، هذا هو كل شيء. هاي جانس